لقد أكد البخاري بالدليل السطع والبرهان القطع على أنه إمام حافظ وشيخ ماهر، وشهد الجميع له وأقروا بفضله، فازداد التفاف الجمهور حوله للسماع منه حتى بلغ مجلسه 20,000 رجل بين عالم وفقيه ودارس ومستمع. ثم يأتي بعض صعاليق ورويبضات هذا الزمان ويشكك في الإمام البخاري أو يقدح في قدره، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس سنوات خدعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة.